خلينا نبدأ دلوقتي السيت اب بتاع فيم زي ما احنا قلنا على الكومبوننت اللي فاتت دي. هنبدأ اول حاجة انستول الفيم سيرفر. انا داخل عليه تيم فيور كده عندي اهو، ده السورس. احنا دلوقتي في فيم فيرجن 10، ده اخر فيرجن نزل. فيرجن 11 غالبا هينزل في خلال الشهر ده. فاول حاجه هنعملها انستول الفيم باك اب سيرفر. فالانستليشن بتاع الفيم باك اب سيرفر نفسه مش صعب، هو بس كده بتعمل داونلود للسورس فري من على الويب سايت بتاع فيم. بتعمل داونلود، بينزل لك داونلود الافيلابيلتي سويت. لان لو حد هيعمل داونلود هتنزل فيم افيلابيلتي سويت، لما بتعمل لها دي كومبريس بنعمل لك تو فايل، فيم باك اب والريبليكيشن وفيم 1 الاثنين مع بعض. فبس هو ده احنا نعمل انستول. هنعمل انستول من هنا كده من على السورس بتاع الفيم باك اب والريبليكيشن. دبل كليك عليها بيظهر لك الفيم كومبوننت اللي انت عايز تعملها انستول. فعندنا اكتر من حاجه، عندنا الفيم باك اب والريبليكيشن اللي هو الفيم سيرفر اللي احنا كنا اللي كان محمد بيتكلم عليه من شويه، عندنا الفيم انتربرايز مانجر، وعندنا الكونسول الفيم كونسول، وعندنا البلجنز اللي هي بتاع الاوراكل ارمان والاس اي بي والحاجات دي. فاللي احنا نعمله انستول اول حاجه عموما في اي انستليشن، في اي ايا كان بقى الانستليشن السايز بتاعه عامل ازاي، اول حاجه هي بتبقى الفيم باك اب سيرفر. فاحنا بنختار اول واحده. انا بمجرد ما بعمل انستول للفيم، هو بيسبورت طبعا بيشتغل على ويندوز سيرفر، بس بيشتغل على ويندوز سيرفر 2019 2016 2012 كله بيشتغل عليهم. فانا بمجرد ما بعمل انستول للسوفت وير على الويندوز سيرفر ده، فبقى ده عندي هو الفيم سيرفر. الريكومنديشن طبعا بتاعت الهاردوير، يفضل يعني يفضل اقل حاجه يكون الرام عندك 32، ويكون عندك الدول سي بي يو طبعا يكون هاي سبيد بسي بي يو عشان تقدر ان انت تاخد البرفورمانس بتاعك. بس احنا طبعا في اللاب مش قادرين طبعا نوفر الكلام ده. بس خلينا نشوف السيلفر عندنا قد ايه. يسوي البروسيس. خلينا كده طيب نرسم اللاب بتاعنا هيكون عامل ازاي. احنا اللاب بتاعنا هيكون ادا الفيم سيرفر، ده عند الفيم سيرفر، ودي عند البرودكشن. البرودكشن هيكون فيها فيم وير، هيكون فيها هايبر في، وهيكون فيها نوتانكس، وهنعمل فيها ايجنت. فده هنقول ده الفيم سيرفر، هنا ده البرودكشن فيها في ام وير، وفيها هنا مايكروسوفت هايبر في، هايبر في، وده ان نوتانكس كلاستر، وده ايجنت. خلينا نقول فيزيكال هو ايه البيم ايجنت. الريبوزيتوري خلينا على المستوى الريبوزيتوري، خلينا هناخد الريبوزيتوري بتاعتنا هتكون لوكال. هنجرب نعمل لوكال، وهنجرب نعمل شيرد على سي اي اف اس ويندوز، وهنعمل شير ان اف اس شير ان اف اس، وهنعمل خلينا نعمل ايه تاني. انا بحاول ان انا اعمل دي دوبليكيشن داتا دومين، لسه السيت اب بتاعه مش عايز يخلص يعني، ما لحقتش اخلصه النهارده. فلو ما عرفناش نخلصه النهارده ممكن السيشن الجاي نكمل عليه. طيب نرجع للسيت اب بتاعنا، هنعمل اكسبت عادي خالص. اوكي ايه اللايسنس فايل؟ لو معايا لايسنس فايل، لو مش معايا هو اوريدي بيشتغل معايا 60 يوم بالفول فيتشر. طيب هنا بنختار احنا عايزين نعمل باك اب فيم. لو عايزين نقسم الكومبوننت بتاعتنا، فهنا بنختار الفيم باك اب والابلكيشن سيرفر وباك اب كاتالوج معاه،
والكونسول. فاه انا ممكن اختار ان انا انستول انا واحد فيهم او انستول كلهم على بعض، بس خلينا ايه في السيت اب بتاعنا هننستول كله على السيرفر ده. طبعا زي ما كان محمد بيتكلم احنا ممكن نوزع الكومبوننت على اكتر من سيرفر. دي اول حاجه هو بيعملها، فانا بقول له انستول الحاجات اللي هي متطلبه، انا ما بعملش حاجه بقول له انستول بس الحاجه اللي ناقصه. هو هنا قال لي عملت تشيك وما لقيتش الحاجات الموجوده، فبقول له انستول الكومبوننت دي، بيروح اوتوماتيك انستول من الايزو اللي احنا عملناه داونلود، وبعد كده بنكمل الانستليشن. ما فيش حاجه من الانترنت يعني، هو بيجيبها من الايزو فايل. خلاص راح عمل انستول للاس كيو ال سيرفر اللي هو الاكسبريس، وعمل المانجمنت ستوديو، وعمل الباور شيل والدوت نت. خلاص كده الانستليشن خلص. انا بس هختار الحاجات، لو انا عايز اختار ديفرنت سيتنج بقول له هنا وبكمل السيتنج، بس احنا خلينا نعملها على انستول على الديفولت بتاعه. هو هيبدا يعمل انستول للاس كيو ال اللي هو الاكسبريس 2016 اكسبريس، وهيعمل انستول للفيم باك اب سيرفر، وهيعمل انستول للفيم نفسه، هيشتغل از بروكسي سيرفر للانفراستراكشر وللناس فايل باك اب. فده الانستوليشن اللي هيحصل. بص لو في حد عنده سؤال او حاجة ممكن نقوله دلوقتي على ما الانستليشن يخلص فيه ال 60 يوم بس، ولا بيكمل بعد 60 يوم؟ لا هو بيشتغل 60 يوم، 60 يوم بالفول اديشن او بالفول فيتشر، وبعد كده بعد ال 60 يوم دول بيتحول للفيم فري فيرجن اللي هي الليمتد اديشن دي. مثلا لو معاك الـ OVF فايل بتاع الـ Data Domain أو اللي هو فري، ممكن أنا أنزله وأجربه عندي وأقول لحضرتك يعني. هو الفكره انا شغلته قبل كده يعني، انا شغلته قبل كده عندي على اللاب، بس انا المره دي لما عملت انستول ليه كان جايب لي ليميتد. ممكن اللايسنس، هو انا اتخيلت حاجه يعني، اللايسنس اللي انا كنت بعملها داونلود ممكن قبل كده بقت والله. اكسبايرد. اسلام، هو انت يعني هي داتا دومين اشتغلت بس انت مش عارف تكريت الفايل سيستم، ولا هو اصلا جي اي ما بيفتحش؟ لا انا عملتها واشتغلت يا محمد، بس الفايل سيستم نفسه ما اشتغلش. قال لي مفيش فري سبيس. ديف ديسك يا اسلام اكبر من 500، اراوند 550، فاهمني؟ يعني ديف انذر ديسك، اد لوكال ديسك تاني على ال عند داتا دومين، السايز بتاعه مثلا 550 اوكي. عشان ايه؟ فكرة ان انا عملت لها ديليت. عملت لها ديليت وهي هو الـ OVF فايل ده بتاع فري صح؟ يس، دي دي في اي فيرجن اديشن. خلاص انا هجربها واقول لحضرتك يعني. الفكرة ان انا عملت لها ديليت كمان وانا مش موجود جنب في البيت مع السيرفر. داتا دومين فيرتشوال اديشن محمد سعد مش كده؟ انا لا، انا محمود زين الدين اللي بيتكلم. محمود زين، طيب ماشي. فانا بقول لك انا فاكر ان انا عملت لها ديليت وانا مش موجود في البيت، والسورس عندي على اللابتوب بتاعي. ف يا معلش يا باشمهندس، دي عشان نعمل ايه بالظبط؟ محتاجينها في ايه؟ لا احنا مش هتوقف اللاب طبعا، بس انا بحاول اعملها داونلود، هي بتبقى من شغاله كريبوزيتوري.
بس احنا بنحاول ايه نشغل نفسنا يعني كده لما الباك اب يخلص والسيميشن يخلص. لا تمام، انا كنت بفهم، بس عايز افهم بس فكرتها ايه اصلا، انا محتاجة فعشان بص انا ما هي بفهمش ايه، قوي بالموضوع. هقول لك هي عموما، خلينا دلوقتي منها يعني. هي الفكره بتاعت في حاجه اسمها دي دوبليكيشن. خلينا نقول الدي دوبليكيشن ده، خلينا نقول الدي دوبليكيشن. انا عندي كونسبت كده اسمه دي دوبليكيشن. دي دوبليكيشن ده عباره عن ايه؟ انا لما بكون معايا فايل، انا مثلا النهارده رحت عملت باك اب لويندوز سيرفر، اوكي، وبعد كده رحت عملت باك اب لويندوز سيرفر تاني، هو نفس الفايلز دي، وبعد كده رحت عملت باك اب لويندوز فايل لويندوز سيرفر تاني. ففكره الدي دوبليكيشن ايه؟ الدي دوبليكيشن اللي هو بتشوف الداتا المتكرره جوه الاستورج نفسها وتبدا تعمل لها دي دوبليكيشن. فبدل ما يكون عندي انا السايز ده مثلا، لو ده مثلا 20 جيجا وده 20 جيجا وده 20 جيجا، فاحنا بنعمل لهم دي دوبليكيشن والثلاثه بيبقوا 20 جيجا بس. فدي فكره الدي دوبليكيشن، هو بيشوف الداتا المتشابهه اللي زي بعضها ويعمل لها دي دوبليكيت مع بعضها وبيميرج السايز بتاعه. فبدل ما يكون معايا 3 ب 20، لا انا عندي 20 جيجا بايت بس. فدي فكره الدي دوبليكيشن، دي دوبليكيشن از ا كونسبت. طيب في حاجات بقى ايه دي دوبليكيشن ستورج؟ دي دوبليكيشن ستورج اثرهم طبعا اللي هي اللي ده الاي ام سي داتا دومين، ده اسمه دي دوبليكيشن ابلاينس. ده هو بيشتغل على الفكره دي، نفس الفكره، وبتكون جوه الابلاينس ده. وعندنا طبعا في حاجات في اتش بي، وعندنا حاجات في هواوي دي دوبليكيشن ستورج اكتر من حاجه. الفيم نفسه بيعمل دي دوبليكيشن على مستوى السوفت وير، بس الدي دوبليكيشن على مستوى السوفت وير طبعا بيكون على مستوى الهاردوير او على مستوى الاستورج اصلا، هي دي دوبليكيتد اكبر. دي دوبليكيشن اللي هو الكومبريشن نفسه بتاعي بيكون اكبر من السوفت وير. فانت عندك دي ام سي دي دوبليكيشن ابلاينس، عندك بنشغلها از باك اب ريبوزيتوري والفيم. طبعا الدي دوبليكيشن ابلاينس بتكون شويه بطيئه في الريستور، لان هو انا بعمل باك اب دلوقتي عليها، فالرايت بتاع الباك اب بيبقى كويس، ما بيبقاش مشكله. بس وقت الريستور انا ببدا اعمل ايه؟ بعمل افك دي دوبليكيشن ده، فده بياخد معايا وقت وبيكونسيوم تايم معايا اكتر من الباك اب العادي اللي هو بيكون اند دوبليكيتد. فدي فكره الدي دوبليكيشن. عندنا الدي ام سي دي اللي احنا كنا عايزين نعملها انستول، بس احنا ايه يعني غالبا مش هنعرف النهارده، انا حاولت اعملها الصبح وما اشتغلتش معايا. فانا ان شاء الله المره الجايه نعملها يعني. خلينا بس نخلص النهارده الانستليشن. انا عاوز افرجكم على الانترفيس عامل ازاي، التيبس اللي هي موجوده في الانترفيس احنا بنعمل فيها ايه، ونبدا نضيف على قد ما نقدر النهارده يعني كبروكسي وككومبوننت. هو خلاص يعني، هو دلوقتي بينستول الفيم باك اب ريبليكيشن، عامل انستول اول حاجه الاس كيو ال، خلصها، عمل انستول للفيم باك اب ريبليكيشن، المفروض هيعمل للكونسول وللباك اب كاتالوج. فدلوقتي هو بيعمل باك اب ريبليكيشن للانستليشن. طب انا مش عارف سؤالك يا احمد، هو انت جديد في الباك اب يعني ولا جديد عموما في الاي تي؟ فلو جديد في الاي تي فخلينا نتكلم يعني مع بعض. انما لو في الباك اب، انت بس كل اللي محتاجه، انت محتاج فيرتشوال ماشين هتعمل عليها انستول للفيم باك اب، وتقدر ايه يعني، هي فيرتشوال ماشين واحنا تقدر تطبق عليه الموضوع ده، بس بيكون لازم يكون عندك طبعا انفراستراكشر تاخد منها باك اب. احنا برضو في خلال اللاب بتاعنا هنعمل باك اب للاس كيو ال، هنعمل باك اب للفيزيكال سيرفر اللي هي الفيم ايجنت، هنعمل باك اب فيرتشوال ماشين من على فيم وير، هنعمل باك اب من فيرتشوال ماشين على هايبر في، ومن على نوتانكس اللي هو فيرتشوال ماشين باك اب، وهنحاول نعمل ابلكيشن باك اب اكتف دايركتوري مثلا، ونعمل له اكسبلور عن طريق الفيم اكسبلورر. لو في حد ممكن يساعدنا ان هو يعمل انستول لاوراكل على لينكس وناخد منه باك اب، تمام مفيش مشاكل يعني. بس انا مش بعرف يعمل انستول للاوراكل، فلو في حد موجود معانا يعرف يعمل انستول اوراكل وناخد منه باك اب بالار مان، يبقى تمام جدا يعني، تبقى حاجه كويسه قوي يعني. لو في حد شغال اوراكل او لينكس ممكن يعمل، انا ما فيش مشاكل.
كلمني وانا هدخل له اكسس واخش اعمل. بص هو السورس معايا، السورس معايا بتاع دي دوبليكيشن ابلاينس اللي هو ده الفيرشوال اديشن دي اللي هو 7.3، فاحنا مش محتاج اعملها داونلود، هي موجوده معايا. طب بص انت مش محتاج اكتر من فيرشوال ماشين يعني. لا عايز تعمل انستليشن لاوراكل لينكس ولا عايز تعمل انستليشن للاوراكل والكونفجريشن دي؟ بص انا عايز لينكس، ماشين على اوراكل عشان نشغل على الارمان. يعني اي حد يعرف يعمل حاجه ما فيش مشكله. لا لا خليني انا اعمل لها داونلود وهشغلها ان شاء الله النهارده ونشغلها المره الجايه. اسلام هو نيوتانكس كلاستر اللي انت عامله على الفي سفير ده، هو ده فيرتشوال اديشن صح؟ ده كوميونتي اديشن. اه اوكي. انا بس مش عايز اشغلها دلوقتي عشان هي بتكونسيوم البروسيسنج كله، فهيبطئ السيت اب معانا، هيبطئ كل حاجه. وبعد الانستليشن بنبدا نلاقي ان السيرفيس بتاعت الفيم بدات تبقى موجوده جوه الكونسول، جوه السيرفر نفسه. دي السيرفيس دلوقتي هي لسه، بس عشان الانستليشن بيخلص خلينا نبص على السيرفيس كده. الباك اب سيرفيس دي هي المين سيرفيس بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها. يعني احنا غالبا بيحصل اوقات كتير مشاكل، تبدا تفتح الكونسول ما يشتغلش الكونسول، فتيجي هنا تلاقي السيرفيس مش شغاله، فتبدا ان انت تقوم السيرفيس دي. بمجرد ما تقوم السيرفيس يبدا يشتغل معاك الكونسول. فدي المين سيرفيس بتاعتنا. الفي اس اس انتجريشن اللي هي بتاعت مايكروسوفت، ان احنا بناخد منها بنشتغل الباك اب عن طريق الفي اس اس. البروكر والكلاود كونكت اللي عندنا، الموفر سيرفيس دي اللي هي بتاع البروكسي الداتا موفر. مجرد ما انا بعمل انستول للسيرفيس بتاع البروكسي بيعمل انستول للداتا موفر سيرفيس دي. طيب الداتا موفر سيرفيس دي اللي هي مسؤوله عن موفينج الداتا نفسها، فهو عمل لها انستول على الفيم سيرفر. ليه؟ مع انه مش بروكسي، لان هو انا بمجرد ما بعمل انستول للسوفت وير على الفيم سيرفر هو اوتوماتيك لوحده بيروح يشغل، بيروح يشغل الفيم ده از بروكسي. خلاص انا بس هعمل انستول للفيم باك اب لوحده. المفروض دلوقتي الباك اب سيرفيس تبدا تشتغل. اوكي خلينا نعمل اوبن وكونكت. هو اللوكال يوزر، يعني اليوزر الديفولت اللي انا بكونكت بيه هو اليوزر اللي انا بعمل بيه انستول. فلحد دلوقتي انا بعد كده ممكن اضيف يوزرز، بس خلاص اليوزر اللي انا عملت بيه انستليشن هو ده بقى الادمن بتاعي بتاع الباك اب. طيب هل الصح ان انا اعمل سيرفيس اكونت البيم يعني ورن بيه ونستور بيه اسلام زي ما كان الشباب كان بيقول؟ مظبوط، لازم يكون عندك. لو احنا بنعمل انستليشن صح المفروض يكون عندك، المفروض يكون عندك سيرفيس اكونت. السيرفيس اكونت ده بتديله البرميشن على كل الابلكيشن اللي انت هتاخد بيها باك. معنى ايه؟ معنى دلوقتي انا هعمل انستول دلوقتي الانستليشن للادمن. فخلاص انا هعمل انستليشن للادمن. هو غالبا انا محتاج ان انا اجيب لايسنس. بعمل الانستليشن دي بالادمن ده، فبدا بقى الادمن بتاعي. فانا لما هاجي اخد باك اب من
الاس كيو ال مثلا، فانا محتاج بيرميشنز معينه على الاس كيو ال داتابيز، فهروح اعمل سيرفيس اكونت على الاس كيو ال او استخدم نفس اليوزر اللي انا عملت بيه انستول ده. فلازم انا يكون عندي سيرفيس اكونت الفيم، لان السيرفيس اكونت ما ينفعش ان انا اغير الباسورد بتاعه، فانا محتاج سيرفيس اكونت يكون موجود عندي عشان اعمل بيه الباك اب واشغل بيه كل السيرفيس اللي انا محتاجها. انما مش صح ان انا اشتغل بدومين يوزر او يوزر عادي. يعني معلش يا اسلام، انت قصدك ان المفترض اللي باجي اسحب باك اب مثلا يبقى مفترض الكريدنشلز بتاعت اليوزر اللي هو ليه فول بريفليج على المكنه مثلا بتاعت السيكوال ولا بتاعت الفيم؟ لا، انا دلوقتي عملت انستول للسوفت وير على الفيرتشوال ماشين دي. تمام. أوكي. ده بالنسبه للفيم. بالنسبه للفيم اليوزر بقى اللي انا عملت بيه انستليشن، المفروض ده يكون السيرفيس اكاونت اللي انا هستخدمه في كادمن للباك اب، يكون لي ادمن بيرميشن على الفيرتشوال ماشين بتاعه الباك اب سيرفر نفسها، وهو نفسه اليوزر ده هيسجل جوه الداتابيز. بس هل كده هيبقى ليه بريفليج ان هو يسحب من المين سيكوال سيرفر؟ لا، على البرودكشن سيكوال سيرفر انا بروح بقى للباك اب ادمن او بروح للداتابيز ادمن وبقول له ان انت اليوزر ده ادي لي البيرميشن دي عليه. يعني بضيفه برضو في السيكوال. على السيكوال، على السيكوال هتضيفه، على الاكتيف دايركتوري هتضيفه، على الاكستشينج، كل الانفراستراكشر اللي انت تاخد منها باك محتاج انك تضيفه عليه. تمام. شاكر جدا يا اسلام. دي برميشن احنا بنحتاجها في كل حاجه، وغالبا يعني بتكون خناقه على البرميشن دي. يعني هو انا مثلا في الاس كيو ال محتاج ادمن برميشن على الاس كيو ال، بس انا هعمل حدش يعمل كده عشان مش هيلاقي الكلام ده عنده. نقفل على الديسكتوب. طيب دي اللايسنس بتاعتنا. اول خطوه عندي هبدا اضيف اللايسنس. اللايسنس اللي هي الفري لايسنس، مش اللايسنس الموجوده. فاول حاجه بروح على اللايسنس، هقول له انستول ذا لايسنس، وابدا براوز عندي على اللايسنس. هروح كده انا عملت خلاص اللايسنس بتاعتي، الفيتشر بتاعتها انتربرايز بلس شغاله. هم 30 يوم بس مش 60 يوم، انا مش متاكد، بس هم 30 يوم مش 60 يوم، 30 يوم في الفور فيتشر دي. طيب مجرد ما عملت كده وفتح لي كل حاجه، فتح لي كل الفيتشرز الموجوده في فيم، فانا بشوف ايه بقى؟ انا بشوف عندي هنا دي التابيت الموجوده تحت هنا، خلينا نظهرهم كلهم.
عندي دي الانفنتوري بتاعتي. اول حاجه بروح على الباك اب انفراستراكشر. الباك اب انفراستراكشر من هنا بقى بقدر اضيف البروكسي، بقدر اضيف الباك اب ريبوزيتوري، بقدر اضيف الوان اكسلريتور، كل حاجه بضيفها من هنا. فانا باي ديفولت هو عمل لي ايه، انا مجرد ما عملت انستليشن للسوفت وير على الفيم سيرفر راح شغلها كباك اب بروكسي، هو نفس السيرفر وشغلها كفايل باك اب بروكسي. طيب الباك اب ريبوزيتوري باي ديفولت هو بيروح ياخد من اللوكال سيرفر وبرده يشغله از باك اب ريبوزيتوري. اللي بيشوف الفولدر او البارتيشن اللي فيه، يعني انا لو رحت هنا عندي في الماي كمبيوتر هلاقي عندي اكتر من بارتيشن موجودين، فهو بيشوف البارتيشن اللي فيه فري سبيس اكتر ويبدا يعمل لي عليه ريبوزيتوري. فلو دخلت على ده هنا هلاقيه عمل ايه، هنا عمل لي بروجرام داتا وعمل لي انستول للحاجه. طيب وشغل الديفولت باك اب ريبوزيتوري بتاعتي هي البارتيشن اي ده. طيب لو انا دلوقتي اول حاجه بعملها ايه، المفروض انا بروح اضيف الباك اب ريبوزيتوري بتاعتي. فانا دلوقتي عندي الباك اب ريبوزيتوري دي اللي هي اللوكال دلوقتي، لو انا عاوز اضيف باك اب ريبوزيتوري ثانيه. طيب بالباك اب ريبوزيتوري لو انا جيت هنا قلت له اد باك اب ريبوزيتوري، هختار من عندي انهي يعني نوع الباك اب ريبوزيتوري اللي انا عاوز اعملها. فلو انا عندي سيرفر ثاني عليه ويندوز مثلا او عليه ايا كان لينكس ولوكال اتاشد عليه حاجه ثانيه، فخلينا التست دي مثلا. فانا اقول له مثلا دايركت سيرفر الاستورج بتاعتي، اللي انا اشرحها لكم دلوقتي. انا عندي سيرفر، انا دلوقتي ده الفيم سيرفر بتاعي، وعندي سيرفر ثاني عليه ويندوز سيرفر عادي خالص وعليه لوكال ستورج. فده سيرفر ثاني وليكن مثلا الاي بي بتاعه 10.10.100.50 مثلا السيرفر ده، والسيرفر ده عليه سي درايف وعليه دي درايف. فانا عاوز استخدم الدي السبيس اللي موجوده على الدي هناك واشغلها عندي از ستورج ريبوزيتوري للباك اب ده. فاروح اعمل كونكت على السيرفر ده وهشوف الحاجه اللي موجوده جواه واعملها. فخلينا نعمل السيناريو ده، انا دلوقتي هعمل اتاج ستورج على لوكال سيرفر موجود معانا. فخلينا مثلا نفترض السيرفر ده لوكال اون سيرفر 52 مثلا. اوكي طيب اوكي هبدا اضيف السيرفر اللي هو عليه الباك اب هناك. فهقول له مثلا السيرفر هناك الاي بي بتاعه كده 52، ده سيرفر موجود عندي اوريدي، والكريدنشال بتاعتي المفروض هنا ابدا اضيف بقى كريدنشال. كل حاجه بتطلب مني كريدنشال، فهضيف هنا كريدنشال اللي هي هيعمل اكسس بيها على السيرفر الموجود هناك اللي هو 52 ده عشان اجيب من عليه حاجه. فخلينا ادي له الدومين ادمنستريتور هذا الباسورد بتاعي، واقول له انت هتاكسس بالكريدنشال دي على السيرفر اللي هو هناك اللي انا اديته الحاجه بتاعته. اوكي طيب هو بالمناسبه انا ما بعملش، يعني انا ما بروحش على اي ايجنت واعمل انستول لاي حاجه. كل حاجه بتتعمل انستول عن طريق اللي هي البوشنج سيرفيس. البوش دي اللي انا ثرو الفيم كونسول نفسه او ثرو الفيم سيرفر نفسه ببوش الباكج او ببوش السوفت وير على السيرفر اللي انا رايح اشتغل عليه. فهو كده دلوقتي انا عملت بوش للسيرفر هناك على ده وعامل له بوبليت، ابدا اشوف الاستورج او الكباستي الموجوده على السيرفر الثاني ده. فشاف عندي هنا ان انا عندي سي وعندي الاي، فهقول له مثلا اعمل لي انت هنا على الاي ده كريت لي باك اب ريبوزيتوري عليه. هياخد دي الباك اب ريبوزيتوري بتاعتي وهيسميها كده. لو انا عايز مثلا اعمل اغير النيم اعمل حاجه، فاقول له بوبليت مثلا، هيشوف الكباستي الموجوده هناك ويشوف الفريز بيس قد ايه. طيب في الحاله دي دلوقتي انا دلوقتي هضيف ريبوزيتوري على السيرفر اللي هناك، فبقى عندي الباك اب جيت واي او الجيت واي ريبوزيتوري دي هو السيرفر اللي عليه الداتا دي. طيب اوكي ماشي. مين الماونت سيرفر بتاعي ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ مين الماونت سيرفر للريبوزيتوري دي؟ هيكون برضه هو نفس السيرفر ده. انا ممكن لو انا بضيف مثلا ستورج ثانيه، لما كان محمد بيتكلم دلوقتي بيشرح الاركتكشر ازاي الماونت سيرفر والحاجه، فخلينا اقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل، او خلينا في نفس الصوره دي. انا دلوقتي ده الفيم سيرفر، ده الفي بي ار بتاعي.
وانا رحت ضفت على ده ريبوزيتوري سيرفر على الاي بي الثاني وخدت منه الدي. ففي نفس السيرفر ده دلوقتي السيرفر ده هيشتغل ايه؟ هيشتغل ك فيم ريبوزيتوري ايه، لان هو المتوصل على الريبوزيتوري، وهيشتغل في نفس الوقت ماونت سيرفر. ماونت سيرفر لايه؟ ماونت سيرفر لو انا هعمل ريستور من الريبوزيتوري دي فهشغله كده. طب انا لو مش عايز ان هو يشتغل كده، لا خلاص انا ممكن ماونت سيرفر ده عن طريق الاوبشن ده هنا هروح اقول له لا، انت الماونت سيرفر بتاعك لما تيجي تعمل ريستور، لما تيجي تعمل ريستور ما تستخدمليش السيرفر ده في الريستور، استخدم السيرفر اللي هو الفيم سيرفر نفسه، او استخدم ايا كان لو انا محتاج اضيف سيرفر تاني كماونت سيرفر. فدي حته الماونت سيرفر. انا وانا بعمل انستول للسيرفر بقول له الماونت سيرفر بتاعك هيكون هو ده. طيب باي ديفولت احنا عندنا سيرفيس اسمها في باور، الفي باور دي ان اف اس، الفي باور دي لازم تكون معموله انستول على السيرفر اللي هناك عشان يشتغل كماونت سيرفر، لازم سيرفيس اللي هي بتاعت الفي باور ديفولت لوحدها. لو انا مش هشغله كماونت سيرفر، لو انا مش هشغل السيرفر هناك كماونت سيرفر مش محتاج ان انا اعمل السيرفيس دي، بس لو انا هشغله كماونت سيرفر لازم ريكومندد ان اكون موجود عليه. طيب اوكي خلاص، انا كده ضفت الريبوزيتوري على لوكال سيرفر موجود هناك. فانا لو رحت هو ال 52 ده هو السيرفر اللي انا شغال عليه، هو اللي عليه تيم فيور ده. فانا دلوقتي اروح على السيرفر هناك، رحت عليه لقيته عمل لي الريبوزيتوري اهي، ونبدا بعد كده هنلاقي الباك اب فايلز بتاعتنا موجوده جوه الفيم هنا. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل لوكال ستورج على سيرفر موجود عندي بستخدمها في الباك اب. ممكن استخدم اي سيرفر على اي ستوري، سواء لينكس او سواء ويندوز عليه فري سبيس ممكن استخدمها عندي في الباك اب ده، بس ايه على حسب برضو ايه ما احنا عملنا لها بلاننج، وعلى حسب ما احنا عملنا لها ايه الديزاين. طيب انا لو يعني دي حته برضو ايه فيها ريكومنديشن عشان بتحصل مشاكل كتير بعدين، لو انا دلوقتي مش هستخدم الريبوزيتوري اللي هي موجوده على الفيم سيرفر نفسه، لو انا مش هستخدم، انا دلوقتي باي ديفولت زي ما قلت لكم عمل ايه؟ عمل شغل الاي بارتيشن ده كريبوزيتوري لوكال. طب انا لو مش هستخدم الريبوزيتوري دي، هركب بس الشاحن. لو انا مش هستخدم الريبوزيتوري دي في الباك اب في ايا كان، يعني في اي وقت من الاوقات، خلاص اعمل لها ديليت، ضيف الريبوزيتوري اللي انت هتاخد عليها باك اب واعمل ديليت للريبوزيتوري دي. فدي حته يعني ايه ناخد بالنا منها واحنا بنعمل انستليشن او احنا بنشتغل، يعني ايا كان لو احنا مش هناخد باك اب على اللوكال سيرفر بتاع الفيم، اعمل ريموف الريبوزيتوري للديفولت دي عشان ما يحصلش في اي وقت ان هو الباك اب يشتغل عليها وتعمل فول للديسك بتاع، عشان بتحصل يعني مع بعض الناس. طيب انا دلوقتي ضفت الباك اب ريبوزيتوري، خلينا اضيف الريبوزيتوري ثانيه كشير مثلا. فخلينا اروح هنا على السيرفر ده واقول له كريت اسلام. معلش يعني سايب شويه، قول ايه الريزولوشن بتاع الفيديو، مش عارف دي مشكله عندي ولا عند الكل، بس لا انا مش فاهم بتقول ايه. ايه اللي مش الصوره مش واضحه قوي. الريزولوشن الريزولوشن قصدي ايه؟ طيب تزود الريزولوشن بتاع الفيرتشوال ماشين نفسها، ممكن تزيد تكبر شويه. طيب خلينا طيب اقول لك كده فول سكرين. لا وهلا استاذنك يا باشمهندس، هو بالتيم فيور تيجي متابعه فوق اللي هي فيو. اوكي البار بتاع التيم فيور فوق فيو، هتلاقي في السكرين ريزوليوشن على اليمين، هتختار اول اختيار ده مفترض يكبر لك شاشه اكتر من كده. يبقى انت وانت بتريموت بقى في السكرين كان الريزوليوشن بتاعه قليل، مش عارف بصراحه يعني حتى هنا. طب ما ينفعش تقفل الريموت سيشن وبعد كده تعملها تاني؟ ممكن يكون انت مختار الريزوليوشن وانت بتريموت في السيرفر بريموت ديسكتوب انه يكون قليل. اوكي خلينا نقفله، مفيش مشاكل نقفله ونفتح تاني. هو في تيم فيو مفيش مشكله، هو في ريموت ديسكتوب العادي. طيب هنا ريموت ديسكتوب اللي هناك. اوكي بتاع الويندوز.
هنا انا بختار الريزوليوشن، الديسبلاي سيتنج بكبرها شويه حتى مش بالظبط صح. الجرافيك سيتنج تحت ممكن انا الريزوليوشن عندنا بتاعي يكون كبير شويه مع كده سهل اكتر. يبقى انت تخليها اللي فوق 150 175 تقريبا. ايه ده؟ انا انا بكبر اكتر دي بتصغر. هكبر اكتر بس هي هكبر كمان هناك يعني مفترض. وكده في حاجة غريبة في السكرين. لكن كويس يعني خلينا طيب نكمل على كده عشان بس ما نضيعش وقت. تمام. لا هي كانت احسن من كده. يعني كده ممكن تكون احسن من حال شويه. في عندك زوم يا باشمهندس فوق الفول سكرين صح؟ وانت في الشاشه متصغره كان في زوم مش في دي. لا مش في دي، كانت في ريموت ديسك توب. مش في دي الستيشن ريموت ديسك توب كان فيها زوم فوق الفول سكرين. انت فاتح ريموت ديسك توب شويه واخد منه ازاي ده بقى؟ وانت ريموت ديسك توب ممكن تدوس اسكيب. تعمل دلوقتي ريموت ديسك توب. هتلاقي هي كده واضحة شوية دلوقتي بالوضع ده كده واضح. طلع سمت تيم ده فيور ده أرحب فوق اللي هو اللي على اليمين ده ممكن تطلعه. لا سيب خالص السكيل ده. لا هتلاقي فيه اللي هو السهم اللي هو اللي على اليمين تحت ثلاث اربعات اللي على اليمين دول. اضغط الت مع ايوه تاب كده مع تاب ممكن ت ايوه السام ايوه ايوه اللي انت كنت فيه من شويه. ايوه السام اللي بصت لفوق ده لا اللي جنبه. ايوه تمام. هو في ريموت ديسك توب ده بقى. اوكي اه ده انت كنت عامل طيب. هو انا في دلوقتي فول دخلت سكرين فول كده سكرين هنا فالمفروض هنا يكون في انت موجود عندك زوم لو حبيت تكبر كده. تمام شويه حلو طيب تمام. طب لو جيت انا عملت فول سكرين مفيش. اوكي هو انا طيب هو بتهيألي انا الصورة بتاعتك دلوقتي أوضح يعني. وفي الاول كانت كويسة برضو بس مش عارف صراحة كده حلو قوي كده جميل. طيب تمام خلينا بس نكمل يعني عشان ما نضيعش الوقت. احنا خلينا نعمل دلوقتي هنضيف ريبوزيتوري اللي هي كفايل شيرنج او كناس. اقول له مثلا شير الفولدر ده بيرميشن معينه ايفري وان او الادمنستريتور. عندنا بيرميشن اوكي. طيب هروح دلوقتي دي احنا هنفترض مثلا دي شير ستورج سواء كانت على ناس ستورج بقى او ايا كان. هضيف اد باك اب ريبوزيتوري وهقول له ان هي نتورك اتاشد ستورج اللي هي ناس ديفايس. انتوا عارفين طبعا الناس بتكون عندي يا اما اس ام بي اللي هي بتاعت مايكروسوفت يا اما ان اف اس. فانا لو اخترت كده برضو حتى لو هي ناس هتكون نفس الكلام برضو يعني نفس الشيرنج ونفس كل حاجه. فهي لو على لينكس هتكون ان اف اس لو على ويندوز هتكون اس ام بي. فاختار الشير بتاع الاس ام بي واقول له ان مثلا دي ناس ريبو
ماس ريبوزيتوري. وخلينا ايه يعني دايما نبقى ندي ديسكريبشنز للحاجه، فاقول له مثلا ماس فايل على السيرفر اللي هو ده. يعني دي حتى تنظيميه شويه، بس ايه بتوضح الامور بعد كده. يعني حتى لو حد ادمن، لو انت ماشي وحد يجي يشتغل مكانك، فبتبقى الامور واضحه معاه شويه. فاقول له ان الفايل شير بتاعي اسمه ايه، ده هنديله الاي بي بتاعنا اللي هو ده، وهنديله النيم بتاعه كان اسمه ايه، النيم نيم ريبو. اوكي نيم ريبو. اوكي واقول له ان ده ريكوارد اكسس، والاكسس بتاعه هو ده اللي احنا ادينا له. وهنا نبدا برضو نختار الجيت واي سيرفر بتاعنا، الجيت واي اللي هيكونكت عليه. فانا الديفولت بتاعي لو انا في حاله ان انا هعمل فايل شيرنج او ناس، سواء كان ان اف اس او سواء كان سي اف اس، فمش مش محتاج ان انا يكون الجيت واي بتاعي هو نفس السيرفر اللي هناك. فلو انا عندي جيت واي منفصل ممكن اعمله، ولو انا عندي الفيم سيرفر نفسه هو ممكن يشتغل كجيت واي بتاعي. فخلاص هشغل ان هو اوتوماتيك يسلكت اي جيت واي افيلبل معاه. هبدأ اروح هناك دلوقتي، شاف ان انا عندي الكباست دي فيها فري وشغلناها كده. وبعد كده هنختار الماونت سيرفر زي ما احنا قلنا، برضو الماونت سيرفر بيكون اقرب حاجه. ففي حاله انا هشغل برضو الباك اب سيرفر بتاعي، ما عنديش مشكله. لو انا عندي باك اب جيت واي موجود خلاص ممكن اختاره. اوريدي بيروح يعمل السيرفيس دلوقتي، يبدأ يشغلها ك ريبوزيتوري يعني. اوكي يخلص. طيب انا دلوقتي ضفت ريبوزيتوري ناس، وضفت الريبوزيتوري اللي هي لوكال على سيرفر تاني، او ضفت الريبوزيتوري اللي هي لوكال على السيرفر بتاعنا. عندنا ايه اوبشن تاني في الباك اب ريبوزيتوري؟ عندنا دي ريبليكيشن ستورج. دي ريبليكيشن ستورج عندنا الدي ال ام سي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، عندنا الاكس جرايد، وعندنا الاتش بي اي ستور وانس، والكوانتم. ولو في حاجه تانية ممكن برضو ايه تبقى موجوده، بس دول ايه المين الموجودين عندنا كدي ريبليكيشن ستورج. احنا خلينا المره الجايه نعمل دي ريبليكيشن على ام سي، وده اللي تبقى موجوده معانا فيرتشوال اديشن. ممكن ايه تاني اضيفها كباك اب ستورج؟ ممكن نضيف كاوبجكت ستورج. اوبجكت ستورج سبورتد معانا ايه؟ شغال اوبجكت ستورج على الاي دبليو اس اس 3، على مايكروسوفت الايجر بلاب، وعلى اي بي ام كلاود اوبجكت ستورج. دول الثلاثه سبورتد معانا. واي اوبن اوبجكت ستورج ممكن اضيفه هنا عن طريق الكومبوننت بتاعها، واديها الكونفيجريشن بتاعنا، بدل الاكونت اللي انا هعمل اكسس بيه بدلها الريجن وبدلها الكريدنشال بتاعتنا. فدي الاوبجكت ستورج اللي هي موجوده على كلاود او موجوده على اي حاجه ثانيه. طيب دي كانت الاوبشن بتاعه الباك اب ريبوزيتوري. الاوبشنز الموجوده معانا زي ما احنا قلنا، عندنا يا اما نعمل لوكال على سيرفر، يا اما هنعمل ناس شيرنج، يا اما نعمل ديبليكيشن ابلاينس، او اوبجكت ستورج موجودين. دي معظم الحاجات اللي احنا هنستخدمها. وقلنا ان احنا ازاي بنعمل الريبوزيتوري جيت واي، وازاي بنعمل ريبوزيتوري ماونت سيرفر. طيب ده كان بالنسبه للريبوزيتوري. الاكسترنال ريبوزيتوري لو احنا عندنا ريبوزيتوري موجوده على AWS او موجوده على ايجر بلوب، اللي هو على طول بعمل دايركت للباك اب. عندنا حاجه طبعا اسمها فيم سكيل اوت ريبوزيتوري، بس مش هنتكلم عنها دلوقتي لما نخلص الباك اب يعني. طيب انا ضفت الباك اب ريبوزيتوري دلوقتي. لو انا عايز اضيف باك اب سيرفر، احنا زي ما اتكلمنا قلنا ان الباك اب سيرفر باك اب بروكسي. الباك اب بروكسي ده ايه؟ ما انت عايز تمشي ليه؟ ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. طيب نكمل يا شباب. فالريبوزيتوري زي ما قلنا احنا عندنا في الفيم وير عندنا ريبوزيتوري، سوري الباك اب بروكسي. عندنا في الفيم وير باك اب بروكسي، وعندنا الهايبر في اوف هوست لو انا هستخدم اوف هوست باك اب ريبوزيتوري، وعندنا الفايل باك اب ريبوزيتوري لو انا هاخد باك اب من ناس ستورج. فدول برضو حاجات يعني ايه بعد ما نضيف بقى الانفنتوري هنبدا نتكلم عليهم. طيب في الهوم دي اللي انا بكونفيجر منها الباك اب جوبز، بكونفيجر منها الريبليكيشن جوبز، بكونفيجر الباك اب كوبي جوبز. دول هنعملهم بس في السيشن الجايه. طيب الانفنتوري
اللي هم عموما فيها كل الكونفيجريشن بتاعه الباك اب اوبريشن، باك اب والريستور اوبريشن بتبقى موجوده كلها عن موجوده في التيب بتاعه الهوم دي. طيب الانفنتوري، الانفنتوري هي اللي فيها الباك اب، الباك اب سورس او الانفراستراكشر الموجوده عندك. فانا في عن طريق الانفنتوري بضيف الفي ام وير انفراستراكشر، بضيف الفيزيكال انفراستراكشر، بضيف الهايبر في، بضيف النوتينكس، ايا كان الانفراستراكشر اللي عندي. فانا لو جيت هنا مثلا هقول له اد سيرفر فيرتشوال سيرفر، في الحاله دي هو هيقول لي بقى السيرفر بتاعك في ام وير ولا في سفير. فاقول له مثلا في سفير، الفي سفير بتاعي احنا بنقدر نكونكت على في سنتر، نقدر نشتغل مع في ام وير اس اكس اي، نقدر نشتغل مع الفي كلاود دايركتور. فخلينا نقول مثلا ان احنا هنكونكت على الفي سيرفر بتاعنا، الفي سنتر سوري، الفي سنتر الاي بي بتاعه 51، ده الفي سنتر عندنا. طبعا الفي سنتر محتاج كريدنشال عشان يقدر، فانا هقول له اضيف كريدنشال دلوقتي، الكريدنشال بتاعتي ادمنستريتور نت في سنتر سوري في سبير دوت لوكال بالباسورد بتاعه، وبدل هنا ديسكريبشن هقول له ان ده ايه الفي سنتر كريدنشال. طيب وبعدين اقول له هي ده البورت اللي بيشتغل عليه. لو انا مغير البورت بتاع الفي سنتر بيبقى، بس في معظم يعني في معظم الكيسز بيكون نفس اللي هو الديفولت بورت ال 443. طيب ابلاي ماشي السيرتيفيكت اوكي. بدا ان هو يشوف الفي سنتر دلوقتي وبدا ان هو يعمل كونكت عليه اوكي فينش. لما جيت انا ضفت الفي سنتر بدا يشوف معايا تحت ان في عندي في ام وير انفراستراكشر، هو الفي سنتر ده، الفي سنتر ده يبدا يشوف الداتا سنتر اللي عليه ويشوف الهوستس ويشوف الفيرتشوال ماشينز، يقدر يشوف كل الحاجات الموجوده على الفي سنتر هناك. ففي الحاله دي انا ابدا بقى كده اخد الباك اب وممكن اشغل الباك اب عليه من هنا، بس مش هنعملها دلوقتي. خلينا كمان نضيف الهايبر في هوست، فخلينا اقول له اد سيرفر مايكروسوفت هايبر في. الاي بي بتاعه كام؟ خلينا نجيب الاي بي بتاعه عندي هنا. الهايبر في هوست الاي بي بتاعه 14. يب ده الاي بي بتاع الهايبر في هوست اوكي. اللي هو انا في مايكروسوفت بقدر اعمل ايه؟ لو انا عندي كلاستر معموله عاملاه مانجد باي سيستم سنتر فيرتشوال ماشين، ممكن اضيف في الحاله دي لو انا عملت كونكت على السيستم سنتر فيرتشوال ماشين هقدر اشوف كل الهوستس الموجوده تحتيه. او لو انا عندي هايبر في كلاستر اقدر اكونكت برده على هايبر في كلاستر واشوف كل الهوستس الموجوده عنده. او ان انا عندي في الحاله بتاعتي انا عندي بس ايه ستاند الون هايبر في سيرفر، برده نفس الكلام ابدا اضيف له كريدنشال. فالكريدنشال بتاعتي هي الدومين ادمن العادي، راح كونكت عليه. باشمهندس السؤال بعد اذنك. اتفضل. هو الفيم باك اب بيقدر يعمل انتجريشن مع الداتا بروتكشن مانجر بتاعت مايكروسوفت؟ لا انا مش سامع الصوت، ممكن على الصوت شويه. الفيم باك اب بيقدر يعمل انتجريشن مع الفي السيستم سنتر داتا بروتكشن مانجر بتاعت مايكروسوفت؟ لا مش سيستم سنتر داتا بروتكشن، احنا بنتكلم سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر. تمام. انا بقى في برودكت بتاع مايكروسوفت اسمه الدي بي ام، ده يقدر يباك اب الحاجات اللي الدي بي ام ده واخد منها باك ابس. هو يقدر ياخد باك ابس لنفس الحاجات اللي اتاخدت، بس لا ما انا مش هم يعني هو الثاني باك اب يعني باك اب سوفت وير برضه باك اب سوليوشن، فانا مش هاخد نفس الحاجات اللي هو بياخدها. يعني انتجريشن بين باك اب سوليوشن وباك اب سوليوشن ثاني ما فيش حاجه كده. تمام. بس هو ايه الفكره ان انا بعمل كونكت على سيستم سنتر فيرتشوال ماشين، فبقدر اشوف كل الفيرتشوال ماشينز او كل السيرفرز الموجوده تحت السيستم سنتر ده. هو ده قصدي. انا اقصد ان هو بيقدر يشوف الحاجات اللي هو واخدها برده، يعني بالظبط يقدر يشوف كل الحاجه اللي موجوده تحتها. تمام. فانا دلوقتي خلاص عملت كده، فبقى ايزر عندي في الانفنتوري بتاعتي، بقى ايزر عندي في مورف سنتر، بقى ايزر عندي ستاند الون هوست. الحاجه الثالثه اللي هي الفيزيكال انفراستراكشر. زي ما قلنا الفيزيكال انفراستراكشر بتحتاج ان انت تعمل انستول لفيم ايجنت على السوفت وير الموجود هناك او على الاوبريتنج سيستم الموجود. فانا لو عندي فيزيكال سيرفر عليه ويندوز سيرفر،
هعمل ايجنت انستليشن على الويندوز سيرفر ده. لو انا عندي لينكس سيرفر هعمل عليه انستول لللينكس ايجنت. فدي فكره الانفراستراكشر. فخلينا برضو نضيف في بيبقى عندنا حاجه اسمها بروتكشن جروب. البروتكشن جروب دي بتبقى بتكونكت على ايه؟ بيبقى عندنا طيب يا اما هكونكت على انديفيدوال كمبيوتر او ان انا اروح الاكتف دايركتري واعمل اكسبلور للاوبجكت الموجوده جواه او ان انا عندي سي اس بي فايل اكسل فايل في ليست اوف فيرتشوال ماشين. فخلينا نضيف انديفيدوال كمبيوتر او ان انا اروح الاوبجكت بتاعه الاكتف دايركتري. في الحاله دي انا هعمل ايه؟ هكونكت هبدا اعمل كونكت على الاكتف دايركتري وبالاكونت بتاعي اللي هو ده. انا بعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اكسبلور الفيرتشوال ماشينز او السيرفرز الموجوده جوه الاكتف دايركتري فيزيكال سيرفر. فخلينا مثلا انا دلوقتي اروح على الكمبيوترز مثلا وهل نفترض ان ما عندناش سيرفرز ثانيه. خلينا نقول ايه، نفترض مثلا ده سيرفر فيزيكال سيرفر موجود معانا. اوكي، فهبدا دلوقتي اقول له، ولو انا هعمل اكسبلور لحاجه معينه انا ممكن برضو عن طريق هنا اضيف جروب، مش لازم ان انا اضيف كمبيوتر. يعني انا ممكن هنا في الاكتف دايركتوري اروح على الاكتف دايركتوري دومين كنترولر ابدا اشوف لو انا عندي جروبس معينه ممكن اضيفها او ان انا اختار كمبيوتر معين. طيب ده الاكتف دايركتوري بتاعنا، ضفت الكمبيوتر ده، ما فيش اكسبلور لحاجه، الكريدنشال بتاعت اللي هي دومين ادمنستريتور. اوكي، وهبدا اعمل سكان للحاجه دي. دي الفكره دي ايه؟ الفكره ان انا هنا لو انا ضايف جروب، دي فكره احنا بنستخدمها في لو انا يعني انا مثلا انا عندي، خلينا نرسمها كده، انا عندي الفيم سيرفر بتاعي. الفيم سيرفر بتاعي بيكونكت على اكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري ده تحتيه مثلا مجموعه جروب. فانا قلت له دي خلي دي بروتكشن جروب بالنسبه لي، دي بروتكشن جروب. بروتكشن جروب اللي هي جروب اكتف دايركتوري جروب. انا النهارده لو رحت ضفت له مثلا الاكتف دايركتوري جروب اللي هي اسمها جروب 1 مثلا، جروب 1 دي كان فيها كمبيوتر 1 كمبيوتر 2 3، وانا بضيفها النهارده انا رحت ضفت الثلاثه كمبيوترز دول، هبدا اخد لهم باك اب. فاول مره هيشتغل هياخد باك اب ده. فانا هقول له كده ان انت كل يوم مثلا هتعمل سكان للجروب دي كل يوم الساعه 9 مثلا، او كل يوم كل ساعه كل شهر كل ايا كان، يعني الحاجه اللي انا السكادول اللي انا بعمله اروح يسكان الجروب دي ويشوف لو فيها اتغيرت او لا. فانا النهارده لو جيت خدت باك اب النهارده فجيت بكره رحت ضفت كمبيوتر تاني اللي هو كمبيوتر 4 وكمبيوتر 5 ضفت اثنين كمبيوتر تاني، فلما يروح ياخد باك اب من البروتكشن جروب هيروح يعمل ريسكان تاني ويشوف لو في جروبس تانيه او في كمبيوترز تانيه اتضافت، يبدا ياخد لها باك اب برده من الاكتف دايركتوري جروب دي. ده في حاله ايه؟ في حاله ان انا ضايف جروب، فابدا اعمل ريسكان للبروتكشن جروب دي كل يوم. فده لو انا محتاج اعمل سكان وخلاص هيبدا يعمل انستول للايجنت بعد كده. اوكي، هيعمل ايه؟ هيبدا انستول الفيم باكج او الفيم ايجنت على الفيزيكال سيرفر هناك. فبقى زي ما قلت لكم برده الموضوع كله بيبقى عن طريق الفيم سيرفر. انا مش محتاج ان انا اروح على الكمبيوتر هناك او على السيرفر هناك واعمل انستول للفيم، لا هو خلاص راح وعمل انستول للسيرفر ده. وبدا اشوف عندي ان انا في عندي في البروتكشن جروب دي عندي سيرفر هاخد منه باك اب اللي هو الفيزيكال سيرفر ده. فدي كانت الانفراستراكشر بتاعتي. ممكن نضيف ايه تاني؟ مفيش حاجه تانية تضاف. انه تنس كلاستر خلينا نضيفها في مره تانية، لان النكس كلاستر محتاجه ان انا يعني لما بتشتغل بتوقف او بتعمل هانج في السيرفر، فانا محتاج ان انا اشغلها لوحدها. وكمان التست كلاستر ليها كونفيجريشن مختلفه، فانا حابب ان هي نفرد ليها شويه كده ناخد لها وقت شويه. خلاص. طب معلش يا باشمهندس، بس قول، كان عندي سؤال بس. هو الكوميونتي اديشن حضرتك عامله على النيتانكس ده خاص بالكوميونتي اديشن، خاص بالايزكس اي ولا خاص بايه؟ يعني الديزاين اللي حضرتك عامله على بالنسبه للنيتانكس
ده كوميونتي اديشن مثلا، ده بلوك ده يعني ده 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 فيزيكال ديفايس عليه سي نودز، حضرتك عاملها عامل لها كلاسترز ولا الديزاين ازاي حضرتك عامله على بالنسبه للفي سي؟ بالنسبه للنوتانكس ولا الفيم؟ لا بالنسبه للنوتانكس. لا دي حاجه اسمها كوميونتي اديشن، في حاجه في نوتانكس كده بتعملها داونلود اسمها كوميونتي اديشن. كوميونتي اديشن دي فيرتشوال ابلاينس كده بتعمل له انستول بيسيموليت معاك كانها كلاستر. انا فاهم، هو في كوميونتي اديشن بيبقى للفي للفيم وير اللي هو الورك ستيشن العادي. هل في كوميونتي اديشن خاص بالايز اكس اي اقدر انزله مثلا از هوست وبعد كده اضيفه على الفي سنتر؟ ايوه في بتعمله داونلود. تمام، يعني هو ده الديزاين اللي معمول صح كده؟ ده اللي انا عامله هنا. ايوه تمام، شكل كده بس هي بتكونسيوم شويه بروسيسنج عالي قوي يعني. تمام، يعني انا لما بشغلها مع ان السيرفر حتى الريسبونس بتاعته كويسه بس البرفورمانس بتاعه بيبدا مثلا السي بي يو بيوصل ل 80% مثلا، بيسحب برضه من الرامات يعني تقريبا يعني باكتر من 16 مفترض الكومنت بالظبط. تمام، شكل جدا لحضرتك. تمام خلينا طيب النهارده على كده كفايه لان احنا عملنا كتير النهارده. المره الجايه هنبدا ان احنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا انستول للباك اب انفراستراكشر، احنا قلنا البروكسي بتضاف ازاي، ضفنا الريبوزيتوري، ما ضفناش البروكسي طبعا، ضفنا الريبوزيتوري وضفنا الانفنتوري. فدي الستبس اللي احنا بنمشي عليها باي انستليشن يعني. بعد كده المفروض ان احنا نضيف الريبوزيتوري، فخلينا طيب نروح نضيف البروكسي. فانا لو جيت اقول له اد في ام وير باك اب بروكسي، اوكي بس انا ما عنديش بروكسي جاهز، فخليها المره الجايه فاحنا اضفنا الباك اب ريبوزيتوري، بعد كده نضيف الباك اب بروكسي ونكمل الانفنتوري. المره الجايه هنكمل الانفنتوري، هنضيف النوتانكس كلاستر ونبدا ان احنا نعمل باك اب جوبس. الباك اب جوبس ونشوف الكونفيجريشن بتاعتها والديتيلز الموجوده فيها، وبعد كده نعمل ريبليكيشن جوب برضو في السيشن الجايه ان شاء الله، ونحاول ان احنا نعمل ريستور. لو فضل الوقت نعمل ريستور، ما بضلش نخليها سيشن بعدها. فانا كده النهارده خلاص عشان ما نطولش اكتر من كده. لو في حد سؤال او اي حاجه انا موجوده، خلينا بس نقفل الريكورد. تسلم يا سيدنا.